السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا شاليه في بورتو للإيجار المصيفي، طبعا زي ما انتم شايفاه هنا كده اهو قدامه حمام سباحة، حمام السباحة الكبير اللي ورا الزرع دون. وطبعا عندنا كده دي مرجيحة وبرجولة جميلة وطقم كراسي في الجنينة، كل ده تبع الشاليه، وشواية، منشر، جزامة، أول ما بتخش كده من الشاليه كنبة بتتفرد سرير، وكنبة تانية برضو بتتفرد سرير، والتلاجة وجميع مشتملات الشاليه. طبعا الشاليه مكيف في الغرفة وفي الصالة، ادي فرن، بوتاجاز، غسالة اوتوماتيك، كل حاجة عندك موجودة زي ما انتم شايفين. ادي الخلاط وادي الاطباق، طبعا ده فيديو ريلز فبنجري فيه شوية، المروحة، كل حاجة عندك موجودة. ادي الحمام، سخان، دش، كل حاجة ما شاء الله موجودة. دي الطرقة وادي الغرفة زي ما انتوا شايفين كده اهو، وادي برضو التكييف والدولاب وجميع الفرش اللي ممكن تحتاجه جوه الدولاب، اذا كان بطاطين، ملايات، اي حاجة. دي مكوى، طبعا الغرفة بتطل على الجنينة الخلفية، وادي المدخل، وعلى يمينك اكوا بارك، طبعا كل ده تبع الشاليه، حاجة في غاية الروعة والجمال زي ما انتوا شايفين. ده باب الشاليه، باب الشاليه، وفي باب للناموس اهو، ما شاء الله حاجة روعة مش محتاجة كده. اللي عايز الشاليه يستفسر مننا، عندكم ارقام ابو حنين ماسك الشاليه، حاجة كده ممتازة وروعة.